غير طبعي لو خلانا كده تايهين. ايه اللي وصلنا لكده وكأننا ديابة؟ لازم نخاف من ربنا ليه كلنا طايحين؟ ما بقاش في حاجة تهمنا وكأننا في غابة. معقول نخاصم بعضنا ونفضل كده شايلين ونعيش بقية عمرنا بين أهلنا خايفين؟ معقول نخاصم بعضنا ونفضل كده شايلين ونعيش بقية عمرنا بين أهلنا خايفين؟ في حاجات كتير مش طبعينا وبقينا بنعيشها. معقول خلاص بندوس كده على ملحينا وعشنا؟ في حاجات كتير مش طبعينا وبقينا بنعيشها. معقول خلاص بندوس كده على ملحينا وعشنا؟ يا بابا نقعد فين؟ نقعد في مكاننا المفضل. ماشي خش. عارف ايه عامل ايه؟ الحمد لله. انت عامل ايه؟ الحمد لله. ايه حالك؟ مش عاجبني لسه برضه. هو عامل ايه؟ معرفتش اعمل اي حاجه، بطلب فلوس ومش عايز يديني فلوس. لسه مفيش اي حل ولا اي حاجه، مش عارف اعمل ايه. وبعدين طيب هنلاقي لها حل. بكلم امي تقول لي ما ابوك لسه جاي وبتاع ومش لازم تطلب منه فلوس على طول كده. هنلاقي لها حل ان شاء الله. عارف اعمل ايه؟ انت شايف ان انا اعمل ايه؟ هنفكر لها نقول، بس هي مش تيجي في وقتها كده. هنفكر لها. طب ما كلمتش والدتك في اي حاجه؟ انا بكلمها بتقول لي مش هينفع تطلب منه فلوس، وكل ما اطلب فلوس بيقول لي مفيش. مقفله علينا جامد والله. يس كل حاجه تتحل ان شاء الله. باين عليها مفيش حل ولا حاجه. لا فيها مش عارف بقى نعمل ايه. فكر لنا انت عم في اي حاجه كده نعملها. ماشي هنفكر، بس مش هتيجي في يوم وليله، هتاخد وقتها. بس انت عبال ما تاخد وقتها ما معكش فلوس خالص ولا اي حاجه؟ مش عايز يدينا اي فلوس. حتى لما كنا في السفر كان بيبعت لنا فلوس. يا عم ان شاء الله هتيجي الفلوس. نعمل ايه؟ مش عارف. السفر كانت بتيجي فلوس. طيب مش عارف ايه اللي جابه. انا مش عارف ايه اللي جابه بدك. يا عم سيب على الله، ما تبقاش متضايق، بس سيب انت على الله، كل حاجه تتحل والله. يا عم والله يا عم ما تفكرش دلوقتي، سيب انت. انا هفكر لك وبكلمك ان شاء الله في التليفون. انا عايز اروح برضه احاول كده ان انا اشوف. معكش فلوس خالص؟ معيش فلوس اروح اكلمك. طب يبدأ تزن عليه باي طريقه. ما انا رايح اتكلم معاه تاني. مش عايزين نخرج بكره ان شاء الله. احاول معاه تاني والله. مش عارف اعمل. حاول اضغط عليه. بص انا رايح دلوقتي اكتر حاجه ما تقدرها. ما اروح احاول اعمل معاه. شوف خير. تروح فين كده؟ اهو قلت اقعد معاك شويه. عايزك بس ايه تروح كده تكلمنا وبتاع وتشوف هنعمل ايه وبتاع. يا عم هكلمك والله. وانا رايح احاول معاه كده عشان الحرب بتاع بكره. يا عم ماشي على الله. على الله. طيب ولا ايه؟ خلينا قاعدين شويه يا عم. ماشي. وحشني والله. بقالي 3 ايام ما شفتكش. وحشني. عايز فلوس؟ طيب يا عم لا ربنا يخليك. يا عم والله ما بوظ. بس انت فاهم اللي ايه الفتره اللي فاتت دي. يا عم عارف عشان كنت واخد انت عن مصاريف كتيره. كنت واخد كل يوم بتسرب فلوس كتيره. بس الحمد لله. الحمد لله. هنفكر له وهنجيب ان شاء الله اللي احنا عايزينه تاني وهنروح في كل حته ان شاء الله. احنا بكره هنروح فين ولا نعمل ايه؟ هنشوف بقى. لو جبت فلوس بقى ننزل اي حته ان شاء الله. حاول هات فلوس انت. اهم حاجه بس تجيب فلوس. اضغط عليه. بص يلا حاول امشي ولا تقعد شويه. يلا يلا. يا رب
اسمك؟ عامل ايه؟ كويس الحمد لله. بقول لك انا عايزه فلوس عشان نازله رحله الحنين. نازله فين؟ رحله الحنين اجيب حاجات وكده. انت قلتي مين انت نازله اصلا؟ قلت لماما من شويه. وانت مش شايفاني قاعد؟ اه. امال ايه طيب؟ عادي، ما انا قلت اقول لماما. وانت قلت لماما ولبستي ونازله ومحضره نفسك اللي انت رايحه وبتاع من غير ما تعرفيني يعني. انا بقول لك اهو دلوقتي. طب ولا في فلوس ولا في نزول؟ ليه؟ من غير ليه؟ لما تبقوا محترمين. انا من ساعه ما جيت وشايفكم انتوا الاثنين، انت ونور اسلوبكم زي الزفت. ومن هنا ورايح حطي في دماغك ولا في فلوس ولا في نزول ولا في مروح في حته غير لما تبقوا كويسين ومحترمين وترجعوا زي الاول بالظبط. مع مين يعني مش كويسين؟ هو ايه اللي مع مين؟ يعني مع بعض ولا مع مين؟ مع بعض وفي البيت بسبب اللي انا بشوفه منكم، بسبب اسلوبكم. ومن ساعه ما نزلت وانا شايفكم مش كويسين. اه السفر خد مني كتير، بس من هنا ورايح انا هعلمكم تبقوا كويسين. نعم. ايه؟ مفيش حاجه. نعم. تضحك على ايه؟ عايز فلوس. نعم؟ عايز فلوس عشان نازل. اه تعالى انت كمان. فلوس ليه ان شاء الله؟ ما انت من ساعة ما انا جيت ما وريش غير الفلوس، ما وراكمش غير الفلوس. من ساعة ما انا جيت. عايز فلوس عشان ننزل. راح فين؟ مع مين؟ احمد ويوسف. احمد ويوسف؟ لا مفيش نزول في حتة. ومفيش فلوس. ومن هنا ورايح نفس الكلام اللي كنت بقوله البسملة قبل ما انت تيجي. مفيش فلوس ومفيش نزول ومفيش اي حاجه خالص لغايه ما تبقى محترم زي ما كنت الاول قبل ما اسافر. وقبل ما اسافر ترجع محترم وترجع كويس، اديكوا اللي انتوا عايزينه. لكن من هنا وراح مفيش فلوس. طب ما انا متفق معاهم، قلت لهم انا جاي. اتفق زي ما تتفق. انا مالي اعمل لك ايه؟ اتفق زي ما تتفق. بس ويلا تفضلوا مع السلامه. وحطوا في دماغكم اللي مفيش فلوس من هنا ورايح، مش تبقوا عارفين ولا في نزول. لما تبقوا محترمين. استغفر الله العظيم يا رب، استغفر الله العظيم. شوفوا مين. خش. يا ست لوجي كنت فين؟ كنت مع صاحبتي. مع صاحبتك؟ ازيك يا جان؟ الحمد لله. عامله ايه يا حبيبتي؟ اقعدي اقعدي يا بابا. الحمد لله على السلامة. اه انت بتضحكي عشان عارفه اللي هقوله لك صح؟ كنت فين بقى؟ كنت بتفرج تحت معاها التلفزيون. من ساعة ما جيت أنا شايفك على طول قاعدة تحت يعني. مش المفروض اللي أنا جيت من السفر تقعدي معايا شوية؟ يا عم كانت قاعدة بتتفرج معايا، كانت قاعدة يعني تحت معايا. لا عادي يا حبيبتي، أنا مش بقول لا، مش بزعلها عشان هي قاعدة معاكي. أنا بكلمها اللي المفروض أنا لسه جاي من السفر بقالي كام يوم، المفروض اللي هي تبقى قاعدة معايا، صح ولا غلط؟ بقالها كتير ما شافتنيش. المفروض تكون يعني لما باباك يجي من السفر المفروض تكون قاعده، مش نزلت قاعده مع صاحبتك. سمعتي صاحبتك بتقول لك ايه؟ المفروض يا حبيبتي لما انا اكون لسه جاي تقعدي معايا، تعملي زي اخواتك الكبار. رايحين نازلين طالعين عادي. صح؟ انت عارفه اللي انا بحبك صح؟ وانا بفهمك اهو، المفروض اللي انت انا جيت تقعدي بقى معايا يومين ثلاثه كده. وبعد كده ماشي، عايزه تنزلي شويه تنزلي، عايزه تطلعي تطلعي، بس مش على طول. انا من ساعه ما جيت وانا شايفه هي خلاص مش هتعملها تاني، خلاص مش هتكرر غلط تاني. ماشي. سمعتي بقى جنى بتقول لك ايه؟ طيب اقعدوا مع بعض كده ومش كل شويه انزل واتلو. ماشي؟ ماشي. عامله ايه يا جنى؟ الحمد لله. كويسه؟ الحمد لله. بابا كويس؟ الحمد لله. الحمد لله. سلمي عليه. الله يسلمك. اقعد معاه شويه. لا اخش اقعدوا العبوا جوه شويه. مش لسه طالعه؟ اه
يلا اقعد. تعب والله. يا رب. بابا. نعم. ينفع تديني فلوس تجيب حاجة مع عشان نبات نطلع؟ فلوس؟ حتى انت كمان عايزة فلوس؟ اه والله. عايزك ايه؟ 5 جنيه. 5 جنيه؟ انت طيبة يا لوش. ماشي حاضر يا لوش. خدي من جوه من جيب البنطلون. يلا. اتفضلي يا حبيبتي. خدي 5 جنيه ليكي وخمسة جنيه لجان. ماشي؟ يلا شكرا يا عمو. شكرا لله يا حبيبتي. يا عمو. لوجي بتقولك تعمل لك كوبايه قهوه؟ لوجي؟ لا وخليها تقول لي للابله بسمله اللي جوه. ماشي. لوجي ما توقفش قدام النور. حاضر. ماشي؟ ماشي. فين بسمله يا لوجي؟ اهي. بسمله اعملي لباباكي كوبايه قهوه. بيقول لك كوباية قهوة صغيرة ومعلقة سكر مظبوط. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته، ازيك يا خالد؟ حبيبي ازيك يا سيد عامل ايه؟ الحمد لله، ايه الأخبار؟ والله نحمد ربنا الحمد لله كله تمام. عامل ايه والدنيا عاملة ايه؟ الحمد لله يا حبيبي الحمد لله. تنزل تقعد معاه شوية؟ ايه عامل لي مفاجأة ولا ايه؟ اه مفاجأة بس مش هقول عليها. لا والله. اه انزل بس تعالى اقعد معاه شوية كده وهتلاقي حاجة حلوة. دلوقتي ولا شوية كده؟ عادي يعني اقوم البس دلوقتي ولا شوية؟ لا يلا انا رايح كده كده اقعد، تعالى لي هناك. طيب انا بالظبط نصايه كده او تلتها اقوم البس بس واتشطف وانزل. خلاص ماشي. ماشي يا حبيبي 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 يا سعيد. حبيبي يا يلا في رعاية الله. مع السلامة. مع السلامة. مع السلامة. خلاص يا بسملة انا هشرب القهوة تحت. انا نازل. بس خليها انا اشربها تحت، انا ناسي.